اسمحوا لي احبائي، معي على الخط راعي كنيسه المعمدانيه العربيه في اوتاوا في كندا، القسيس وليد بطار، هو طبعا من لبنان اصلا. اهلا وسهلا قسيس وليد. اهلا بالاخ نزار، انا بدي اشكر الرب من اجلك. انت السباق دائما باعلان محبه وقلب المسيح مش بس عن لبنان، عن كل بلاد العالم، فانا بشكر الرب لاجلك ولاجل هالفرصه اللي فيها عم بتحول الانظار الى الصلاه من اجل لبنان. شكرا كثير اخ وليد، احنا ربنا يباركك، انت خادم ترعى كنيسه وفي نفس الوقت انت قلبك موجود في لبنان، انت ممثل الكنايس المعمدانيه في لبنان طبعا في كندا، وفي الارساليه هناك بتمثلها في كندا، وفي نفس الوقت عندك خدمات متنوعه ومتعدده في لبنان، مش بس مساعدات انسانيه لكن تعمل تدريب وتلمذي لكثير من الناس، وانا بعيني شفت يعني كيف الله بيستخدمك في لبنان. شو الرسالة اللي عاوز توصلها أخ وليد للكل بيشاهدونا؟ الحقيقة يا أخ نزار، في البداية بحب الحقيقة أول رسالة بقولها هي الرب يعيد مجده إلى لبنان، بمعنى آخر الرب يتمجد من خلال هذا البلد في الشرق الأوسط اللي في حرية مطلقة، بمعنى أنه الإنسان له الحق بالتعبير، له الحق بالعبادة، له الحق بأنه ينشر الكلمة، أنه يبشر. أنت بتعرف أفنزار في كل بلاد الشرق الأوسط البلد الوحيد اللي ممكن أنه يستقبل في معاهده الإنجيلية أو اللاهوتية أي إنسان من أي دين أو طائف انتمى، ممكن هو في لبنان. لهالسبب كمان نرجع ونتذكر انه لبنان بلد بيتعايش فيه عدة اديان وطوائف يعني مع بعضهم، وهيدي بتبين عن طبعا نحن بنقول هيدا شيء رائع جدا، لانه هيدا كمان بيعطينا غنى لنا حتى نقدم رسالة المسيح. بتعرف الكتاب المقدس اخ نزار بيقول بنشيد بيشبه مجد لبنان، بيقول طلعته كلبنان فتى كالارض. وأنا في هيدي الأيام قلبي الحقيقة بس أول شيء بفكر فيه أنه يرجع الرب في مجده من خلال الكنيسة ويعلن صليب المسيح وخلاص المسيح، فداء المسيح، ويعود الرب ويتمجد من خلال كنائسنا في لبنان. بنفس الوقت يا أخ نزار أنت بتعرف أنا عندي أقرباء وأحباء، في ناس قدرت اتصل فيهم وفي ناس ما قدرت اتصل فيهم، فأنا عم صلي حتى الحقيقة الرب يعطيني راحة من شاهة الأشخاص اللي ما عم بقدر اتصل فيهم بعد، لكن اتصلت بمعظم الكنائس. هناك دمار في كنائس عديدة، الأسيس جوزيف أزي بعث لك صورة في كنيسة الوزوات كمان التعاون فيها كمان، لأنه هودي مناطق قريبة، الخدام الإخوة عم بيعانوا مثل ما قلت حضرتك من ظروف صعبة جدا، فإجت هيدي الكارثة وأضافت إلى الكوارث الثانية. بس بدي أقول شيء مهم جدا يا أخ نزار، إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون، رأس الحكمة مخافة الله، أهم شيء نرجع للرب من قلوبنا والرب يسدد الاحتياجات وبيعزي وبيغير والرب بيتمجد في بلادنا. أخ وليد طبعا يعني عاوز أسألك قبل ما تصلي، عاوزين نصلي من أجل لبنان وحضرتك رح تصلي من أجل لبنان، لكن إحنا اللي عايشين في الغرب كيف فينا نساعد لبنان؟ الحقيقة أهم شيء أخ نزار هو مثل ما قلت في البداية حضرتك أنه نصلي من أجل بلادنا ونصوم، يعني نصلي ونصوم. لما بيكون في أمور صعبة بهذا الشكل نتذكر كيف نتذلل أمام الرب بالصوم أيضا. شيء تاني بدي أقوله أنه كل واحد منا قادر يشجع يستخدم كلمات التعزية في الكتاب المقدس ليشجع الإخوة والأخوات، منيك الشعب اللي موجود. الكلمة حضرتك حلوة كثير هلأ يا أخ نزار، أنه رجال الدين أو الكنيسة اللي موجودة في لبنان تستخدم هذا الوقت حتى فعلا
تقدم المعطي الوحيد للراحة والسلام شخص المسيح. ثالث شيء ممكن نساهم ماديا، يعني طبعا الأمور اللي حصلت، كنايس اتدمرت، في بيوت فقدت أحباء، ناس محتاجة. امبارح أخ نزار كنت عم بحكي مع أحد الأطباء، في ناس عندهم احتياجات كتير صعبة، فالرب يعني نقدر منحاول أن نساعد بهالثلاث أطر ونعبر عن محبتنا العملية، وهيك بنعبر عن إيماننا بالعمل والحق، أنه نتصرف نمد إيد العون. طبعا هلا عم نحاول نلاقي طرق، انت بتعرف الوضع الاقتصادي، البنوك ما عم تعطي مصاري، الخلل الاقتصادي موجود بالبلد، تقريبا البلد بحاله انهيار، لكن نحن بنقدر نمد يد العون بانه نقدم تقديمات معينه لشعبنا هوني. هلا عم نحاول نتواصل الحقيقه مع عده اطراف، نشوف شو هي الطرق اللي بواسطتها ممكن نحن نساهم او تصل المصاري فعليا ليد الأشخاص اللي لازم محتاجين إلها. ما بدنا كتير أشخاص أخ نزار للأسف مرات كتير بتتحول للمصاري وبتروح أمور إدارية، بدنا الأشخاص تروح، وهون عم ناشد مباشرة أي شخص بحب يقدم ممكن يقدم من خلال المجمع الإنجيل المعمداني مباشرة على لبنان، يعني ما بمر بحدا تاني، وهيك نقدر نحافظ ونعرف أن الأموال أو المساعدات تتوزع بحسب الأصول. أمين أخ وليد، وكمان بحب أشجع كل المشاهدين اللي بيشاهدونا، إذا الرب حط على قلبك أنك تبعت تقدمة للبنان من فضلك تواصل معنا بكل الوسائل المتاحة لك على شاشة التلفزيون، ولأنه في الغرب مثل ما بتعرف أخ وليد هنا بيستخدموا فكرة الضريبة الانكم تاكس ريسيت، فاحنا تشاريتبل اورجنايزيشن، فيك طبعا تتواصل معنا، واكيد طبعا رح نساهم في هذا الموضوع. كم تاثرت اخ وليد في صوره وصلتني، كاهن عم ببخر في الكنيسه وعم بصلي، وكيف فجاه سقط سقف الكنيسه عليه. مين كان يتوقع، مين كان يفكر انه يصير اشي مثل هذا؟ الرب يرحم والرب يلمس والرب فعلا يتدخل. اخ وليد كلمة اخيرة تفضل، يعني شارك، وبعديها من فضلك قودنا والمشاهدين في كلمة صلاة. اخ نزار انا كمان بدي اقول انه لما قلت تحويل للمجمع المعمداني هو طبعا من خلال مؤسسي، وانا بشهد كمان عن خد النور لجميع الامم ان كان مساعداته في سوريا او مساعداته في لبنان، فانا بشهد شخصيا وبعرف قديش البرنامج وقديش فعلا انتم كان لكم دور ايجابي بخلال هالاحداث في بلادنا، انكم مديتوا يد العون لاحباء كثيرين ان كان مع الكنيسه او خارجها، فانا بشجع الناس انه من خلالكم انتم تتواصلوا، انا متاكد انت اللي عندك اخ نزار شهاده من جميع الخدام بامانتك انه الرب يستخدمكم بهذا الموضوع.